زينب، وصلنا لفقرتنا الأولى لليوم وبتحمل مع موضوع كتير مهم، كيف منفرق نحن بين الحب الذات، الغرور والأنانية؟ برأيك زينب، في ناس بتقدر تعمل هي الموازنة، تحب حالها بطريقة صحيحة؟ هلا اغلب الناس بحس عندها انانيه يمكن تصرفاتها، او يمكن ما بتقدر تفصل بين حب الذات والانانيه او تدليع الذات والانانيه. بس يعني بنتمنى انه هلا عبر فقرتنا نعرف تفاصيل اكثر عن موضوع حب الذات، كيف فينا نفصله شوي. اكيد زينب، واليوم بمساحتنا الصباحيه مثل ما قلنا رح نفردها لمناقشه مفاهيم اجتماعيه يمكن بتؤدي لحاله من الخلط بين الناس، مثل حب الذات واهميته، الفرق بينه وبين الانانيه أو حتى الغرور، شو هي المؤشرات الصحيحة لحب الذات، لوين منوصل معها بعلاقتنا مع الآخرين، أمور أكيد بنسلط الضوء عليها مع خبيرة التدريب والمهارات الحياتية مريم العيسى. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك حبيبتي. أهلا وسهلا. يسعد صباحك يا مريم. صباح النور. يعني عم تسألني كانت فرح عن حب الذات وعطيتها رأيي، أنه أنا بحس أنه العالم عنده جانب من الأنانية ما بتقدر يمكن تفصله عن الغرور أو مثل ما قلنا انه تدليع الذات، فخلينا شوي نحكي اولا ما المقصود بحب الذات وشو هو التعريف الصحيح له؟ 100%. هلا هو لازم الانسان لحتى يعرف شيء، خليني اقول لازم يكون المعنى واضح بالنسبه له. واضح. هلا انت حكيتي من شوي، قلتي انا بشوف الناس مغروره. هلا هي نحن كيف بنشوف الموضوع؟ يعني اذا كان شخص عم بيشوف حب الذات غرور، يعني هي بتتحمل الوشين، انه هو ممكن يكون لا بحب ذاته، بس نحن كيف بنعرف انه الشخص بحب شيء له اذا كان غرور او لا؟ هلا رح نعرف. يعني حب الذات، خليني اختصر لانه كثير حكينا بهذا الموضوع بس كثير مهم، هو جوهري واساسي بموضوع العلاقات. هلا رح نحكي اكثر. حب الذات انه انت ببساطه بتعرفي وبتوعي، يعني ان تعرف وتعي وتطلب وتاخذ مالك، وتعي وتعلم وتعطي ما عليك. حلو. تمام. يعني هو ما له علاقة بالأنانية والغرور على الإطلاق، عكس إطلاقه، ولا بمس الآخر. بس هو أنا شو قلت؟ أول شيء لك، في أولوية لك، بس الأولوية بشو؟ بكل شيء. يعني دائما الشخص هون، الأشخاص يمكن حسيت امبارح عم فكر بالموضوع، بتحسي في مؤامرة من كل الجهات، على فكرة هي اقتصاديا، اجتماعيا، دينيا، أخلاقيا، على أعطاء الآخر أهمية على الإنسان. دائما بالتربية، بالثقافة، بكل شيء بتحسي انه دائما في ايثار، في كذا، في فجوة عم بتصير بانه انت قدم للاخر تكون انسانيا موجود، اخلاقيا موجود. بس مريم خلينا نحكي شيء منطقي. اليوم اذا انا ما حبيت حالي وعرفت كيف احترم حقوقي واقدم واجباتي، كيف ممكن انا احترم الشخص اللي قدامي واحبه حتى اني اقدر اقدم له؟ يعني قد ايه المعادله بتكون صعبه هون؟ بالضبط. بس مثل ما قلت لك، لانه مثل ما حكيت من شوي شبهتها بمؤامره، انه اول ما بينشا الولد وهن ببلشوا، ما بيصير عطي رفيقك، ما بيصير عطي كذا، ما بيصير. ما هو بيقول لك حتى الانسان يكون متزن، اول شيء لازم يعرف يمتلك، لازم يعرف مفهوم الامتلاك، لا يعرف مفهوم العطاء. يعني انا بالاول خليني احس انه هذا الشيء لي، مثل لما ولد بيكون عم يلعب بلعبه، لعب رفيقك، لعب اخوك، لعب كذا، لعب، هو ما بده، هو مبدئيا ما بده، فبيقول لك هو لازم يتعلم انه انا بمتلكه وانا بملء ارادتي عم بعطيها. نحن كثير صغرنا الموضوع، مع انه هو الموضوع كثير مهم، لانه هو بياثر على استحقاق الانسان مع الوقت، بياثر على علاقاته، بياثر على كل شيء. مثل ما انت تفضلتي، وهذا السبب اللي حكينا فيه اليوم، انه هو اذا انا ما كنت عم حب نفسي وحب الاشياء المفضله بالنسبه لي، كيف عم اقدمها؟ كيف عم اقدم يعني للآخر بعلاقتي بأي شيء؟ كيف؟ وللأسف عم بيأثر كمان سلبا على أنه نحن بننطر من الآخر أشياء نحن بنقدر نقدمها أصلا لنفسنا، بس لأنه ما تعلمنا كيف، لهيك بتأثر على علاقاتنا. أكيد. يعني في نقطة هنا بدي أذكرها، الفرق، في فرق مثلا كتير رفيع بين حب الذات والأنانية. حب الذات بيتمركز عندك، والأنانية بتتمركز عند الآخر. هلا رح نشرح اكثر عن الموضوع. اكيد. لكن خلينا نحكي مريم، العلاقات الانسانيه وخاصه هلا بوقتنا الحالي هي علاقات مهزوزه وليست دائمه مثل زمان. يعني في لها يمكن دائما بنقول في يمكن طباع ما عم تتوافق مع بعضها، يمكن حتى بالصداقات ما عاد شفناها استمرت. يعني فخلينا نحكي كمان عن هذا الموضوع، حب الذات كيف عم بيأثر على علاقاتنا بالمجتمع، وخلينا نحكي عن الشيء اللي كنتي عم تحكي قبل شوي كمان. طيب لنحكي عن الشيء اللي كنت عم بحكي. انا الشخص اللي عنده محبه للذات وبيعرف، هي ببساطه انه انا اعرف تفضيلاتي بالحياه، وقبل ما اعرف الاشياء اللي بفضلها بالحياه، اولا لازم اعرف. دائما بيقول لك لما بدك تخاطب شخص لازم تعرف لغته،
طب انا احيانا بحكي نفسي بتحكي شيء انا بدي اشياء معينه انا ما عم بفهم عليها، اولا لاني ما بسمعها، لاني ما بعطيه اهميه انه لا شو دائما بنعبر عن الاشياء شو بدك انت، شو بتتمنى بحياتك؟ والله انا بتمنى كل اللي بحبهم يكونوا بخير. طب انت ما بدك تكون بخير؟ والله انا بتمنى كل اللي بحبهم يحققوا احلامهم. طيب انت ما بدك تحقق احلامك؟ يعني حتى ما عندنا جرأة على اظهار رغباتنا، وهذا واحدة من الاشياء اللي نحن يعني التربية بتزرعها فينا، انه انت ما بيصير عيب بيقولوا عنك اناني، بيقولوا عنك لا هي رغبة، انا برغب بهذا الامر. بس هذا شيء كثير طبيعي، ما كل انسان عنده رغبات. ايه بس نحن ما عم اقول لك صار في موضوع التربية هي اللي بتخلي انه انت، والتربية لا تعني بس ام واب، انت كل المجتمع عم بيربيك على انه انت بتحب حالك، انت ما بتسال على غيرك، انت فبيحس حاله انه هو يا غلط يا مظلوم، انه انا لا مو هيك. فشوي شوي 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 بيتكتم، ما بيعود. حتى اذا انا عندي رغبه انه انا بدي احقق احلامي مثلا، هلا في ناس طبعا بتقول وبتعرف وبتعبر، لكن نحن عم نحكي عن النسبه الاكبر. انا بدي الناس تحقق احلامها، بدي الناس تصير بخير، بدي. طب بالبدايه ما بدك تكون انت بخير؟ يعني مثل الام اللي بتقدم فبتنهار، يعني بتجي لحظه بتنهار انه انا تعبت وانا قدمت وانا ساويت، لانه ما عرفت من الاساس انه انا بقدم لحتى صحتي تكون منيحه، وكون انا صحتي الجسديه والنفسيه لحتى اقدر اقدم لاولادي افضل، واقدم لزوجي افضل، واقدم للمجتمع افضل. ففي خلل بهي القصه لما انا بكون البدايه عندي. يعني في جاء بالحديث انه انت احب لي اخيك ما تحبه لنفسك، تمام؟ هي شو الفكرة؟ الفكرة انه الناس عم فكرة انه انا احب لاخيك، لا لا لا، بس هو ما تحبه لنفسك اولا، يعني الشيء اللي انا بحبه لنفسي بحبه للاخر، بس شو اول شيء؟ نفس اكيد بدي احبه انا لالي انا. فهي الفكرة بتأثر علاقات مثل ما حكيناها ببساطة جدا. انا لما بكون مرتاحة وبكون سعيدة، ما بدي يكون تعبير بقول انه انا طايرة من الفرح والوضع، لا، بس انا في اطمئنان بداخلي، في رضا، كيف بدي اقدم بالعلاقة؟ شغلة تانية كتير صحية بتصير بحب الذات، ما بينطر من الآخر ولا بيستجدي لا عاطفة ولا سوري، يعني بيشحد العاطفة أو الاهتمام أو هذا الخلل اللي عم بيصير اليوم بالذات عند فتيات اللي عندهم مراهقة، واللي بيكون في خلل بالتربية عندهم أو كبت زيادة أو كذا، فبتطلع غير متزنة على الإطلاق، بتطلع بتأثر على، لأنه ما أشبعت هاي الرغبات، ما أنا مشبعة لا من الأطراف المسؤولة ولا من الشخص نفسه. يعني صحيح. كمان مريم حكيتي عن نقطة كتير مهمة، أنه أنا لحتى أقدم صح بتكون تكون واصلتني طبعا كل الأمور اللي أنا بحاجة فيها، حقوقي كلياتها ملباية. بعض الأمهات يمكن بيتزمروا من هذا الموضوع، أنه أنا عم بعطي أولادي، عم بعطي أهلي، عم بعطي حتى بالعائلة الزوجية، بس ما في مقابل، ما في تقدير، ما في امتنان. أمتى الشخص ممكن يقول ستوب، يوقف ويرجع يعيد حساباته مثل نحن ما منقول، لحتى يكون في شوية توازن بين التقديم والعطاء؟ حلو كتير سؤالك. رح أقول لك شغلة، خلينا نحوله لسؤال تاني اللي بيقول أنا كيف بعرف أنه أنا عندي مشكلة بحب الذات؟ لما بكون عندي مشكلة بعلاقاتي، هذا المؤشر. يعني أنا لما دائما بحس أنه أنا مظلومة من الناس، والناس لا، يعني مثلا بتلاقي وحدة مجتمع عليها أنه هي زوجة، أولادها، ورفقاتها، زملاء بالعمل، أصدقاء، كل العالم بتحسي فيه خلل بعلاقتها معهم. هذا الشخص تحديدا لازم يراجع نفسه بموضوع حب الذات. اولا لازم يعرف انه انا الحب عندي جوا، واذا ما كان جوا ونابع من جوا ما حدا رح يعطيني اياه من برا، انا ما بستشعره، ما فيني استشعره. واذا راح والله تركني حبيبي فراح الحب خلص. لا هو ما بيروح على فكره، هو الشخص بس اللي بيروح، لانه هو بالاساس موجود بداخلنا. نعرف نتعلم، يعني دائما بيقولوا لي كيف، يعني ببساطه كثير انت لما بتحبي شخص، مو نحن متعلمين كثير ثقافه نحب الاخر ونقدم له؟ اكيد. بس بعتبر نفسي انا هذا الشخص، كيف بتقبله انا؟ كيف بتقبله رغم اخطائه؟ كيف الولد الصغير لما بيصير عند الامهات ولد، قديش بيوقع وبيغلط وبيوقع وبيغلط وبيحاول، وهي بالها طويل ومتقبله وما عندها مشكله وبتعلمه، هي نفسها انه انا لما بغلط ما بفوت بدوامه انه انا عم بجلد ذاتي وليش عملت وليش ساويت وليش كثير قاسين على انفسنا. يعني في اشخاص كثير بتلاقيها قاسيه على نفسها، لا بتسامح حالها، مع انه الناس بتسامحها، هي ما بتسامح حالها ولا بتتقبل هذا الغلط، ولا بتتقبل احيانا شكلها، ولا كثير قصص ما بتتقبلها. فانا بدي فوت بهذا الباب اولا حتى اعرف عندي مشكله بحب الذات، بشوف براجع علاقاتي، عرفت انه عندي مشكله ببلش اشتغل صح. لما ببلش الانسان من جوا ببلش اشتغل على هاي المنظومه، فورا رح تنعكس. يعني هي المرايا من برا، الاشخاص اللي انت بتقابليهم قبولهم
ومحبتهم إليك دليل على قبولك ومحبتك لنفسك. صحيح. تمام، هو هذا الانعكاس يعني. كان بيقولوا القلب بيحس مين بيحبه كمان مريم بالمقابل. طبعا. خلينا نحكي عن شغلة كمان كتير مهمة وهي بتخص النساء. دائما صرنا نسمع كلمة إذا ما بتحبي حالك ما حدا رح يحبك، فكيف كمان الأنثى فيها تحب حالها ويكون واثقة بوقت عصر السرعة والتجميل والمظاهر والبرستيج، يكون عندها هي القناعة تحب حالها من جوا حتى فعلا تكون راضية وتعكس هاي المحبة لبرا. تمام، هلا احنا فتحنا ملف جديد، بس يعني معلش خلينا نحكي فيه موضوع التجميل او هيك قصه. هي الفكره انه الست ما بتوعى انه انا اذا فتت بهذا الباب ما عاد اطلع منه، يعني بتصير هذا له علاقه بحب الذات اللي عم نشوفه طبعا يعني كمان. هو الموضوع التقبل، يعني انا فتت بهذا الباب اذا بدنا نحكي فيه هيك بشكل عملي ومثل ما بيقولوا عامه، انت فتي بشغله، انت غيرتي بشيء بنفسك، فهذا الشيء ما عاد يتناسب مع الاشياء اللي كانت قديمه، فبتبلشي ترجعي تبدلي شيء ثاني، شيء ثالث وشيء رابع، لانه خلص ما عاد في هذا التناسب اللي موجود. فشوفي، هو التجميل انا ماني ضده، بس هو بده يروح للاماكن اللي كثير بتخلي الشخص عنده شيء تعب نفسي. يعني انا ما بدي اوصل لنقطه انه انا اوصل لمرحله فيها تعب نفسي ومرض والى اخره، بطلع من قصه بفوت بقصه ثانيه، لا، لكن ما يكون خليني اقول لمجرد التقليد، لانه نحن عندنا الوهم، خليني اقول لك الاعلامي والوهم المجتمعي اللي هي الكوبي، هي النسخه اللي عم بتصير بشكل متكرر، اطلع منها. لانه انت ما بتتخيلي لما الشخص بيطلع على الهواء، او في زماناته المذيعة أوبرا قالت إنه أنا لحتى طلعت على صورة غلاف مجلة في 28 شخص كان ورا هي الصورة لتطلع بهي الطريقة، لأنه هي متصالحة مع نفسها وبتحكي بكل جرأة. يعني الشخص اللي زبط شعري والشخص 27 شخص كانوا ورا هي الصورة اللي هي غلاف مجلة. فأنت كيف يعني متخيلة إنه القصة لما نحن بنشوف الأشخاص أو السيدات بالإعلام بشكل بيعطيكي وصف، أو سيدة مرمر يعني بتلاقيها كاملة، فأنت بتتعبي مجرد النظر أو المقارنة، أو أنا بدي هذا بس. أوعى أوعى وأوعى على شغلة كتير مهمة، إنه أنت اليوم بتكوني الصبح بتفيقي الصبح، خليني أقول جمالك اليوم الصبح بس تفيقي 20%، أنت بملء إرادتك بعد نص ساعة بصير 100%. يعني الفكرة الحالة النفسية هي بتعكس كمان، والرضا خلينا نقول هي بتعكس نوع من الجمال، لما بتكون يمكن مبسوطة بتشوفي كل الشغلات الحلوة، بتطلع بالمراية بتقولي قديش أنا طيب حلوة. حلو كثير كلامك. هذا الشيء أنت شو قلتي؟ لما بكون مبسوطة، انتبهتي لوين بيعكس؟ فهذا البسط شو ما كانت أسبابه بتلاقيه فعلا، هو مو بتلاقي، هو ما أنا وهم، هو عينك بتفرجيكي صح انه انا شايفه خدودي محمره وشايفه الامور كلها حلوه، لانه هي فعلا بتعكس، فهي بتبلش وبتنتهي وين؟ جوا. صحيح. عرفتي كيف؟ حتى اذا ما بدنا قلت لك موضوع الاعلام بس الواحد يوعى انه القصه يعني شاشه، وانا فيني اختار الصبح اكون هيك والمساء، وما في يعني الجمال دائما هيك، في تفاوت صبح هيك المساء هيك الظهر هيك، وفترات واعمار ومختلفه، بس يكون الانسان عنده وعي بهذا الموضوع. إذا بكلمات هيك أخيرة، حب الذات لكن بتعريفه المحدود، أو النصائح اللي ممكن أنك تقدمي لنا إياها لكل الأشخاص يمكن عم بيعانوا، إن كان عندهم أطفال أو كانوا عم بيأسسوا أسرة أو كانوا حتى صبايا ما عم يعرفوا يأسسوا علاقات مع الآخرين، أو شباب خلينا أو كل عامة يعني. هلأ اللي عندهم أطفال أنا بنصح نصيحة كتير كتير مهمة، خليهم الأطفال يعبروا عن الأشياء اللي بدهم إياها، خليوني يعني شو بدهم يطلبوا، مو ضروري نلبي بس على القليل نسمع، يعني خليهم يحكوا اللي بدهم اياه. والاشخاص الكبار لحتى يعرفوا اذا كان مثل ما حكينا من شوي عندي مشكله بعلاقاتي مع الاخر، فانا براجع حبي لنفسي، كيف بدي احب حالي، اسمعها شو بدها وحاول قدر المستطاع اني لبي لها. اكيد بالنهايه يمكن مريم مثل ما كلياتنا بنعرف انه حكينا يمكن من خلال حديثنا انه كل شخص بيقدر يحب الاخرين لما بيحب حاله، كمان فكره التصالح مع الذات قديش مهم، انه انا اكون راضيه عن شكلي، ما يكون عندي يمكن يعني نوع من الخوف انه في شيء ما نظابط، او انا بقدر جمل من حالي، او فلاني احلى مني، او حتى ثقافيا فلاني احسن مني، اجتماعيا الى اخره بكافه المستويات. قد ايه التصالح مع الذات هي فكره يمكن ما كثير حكينا عنها، خلينا نقول بس تصالح مع الذات قد ايه مهم اليوم. اول شيء شو اللي بيساعدنا نتصالح مع هي الفكره؟ هو نفس الاشياء اللي حكيناها من شوي. اول شيء انا بدي اعرف انه الجمال مرتبط بعين المتلقي،
يعني أنا اليوم بشوف لوحة أنا وإنتي وياها، كل واحدة منها إلى وجهة نظر فيها، ممكن تكون رائعة، ممكن منجيب خلينا نقول جمال معين من بلد معين، بتلاقي ناس كتير بتحبه وكتير بتقلك هذا الجمال، وما في ناس تقلك عادي جدا، وفي ناس بتشوفه مو حلو أبدا. فالجمال مرتبط بعين المتلقي، وبدنا نتفق، هذا من باب الوعي، بدنا نتفق على أنه نحن ما رح، مستحيل مهما وصلنا مهما عملنا ما رح ننال استحسان ورضا الجميع أكيد بكل النواحي بأي ناحية كانت. فأنا بس أوعى على هذا الموضوع، طب أنا وين عم بمشي؟ يعني أنا بدي يكون أنا راضي، هذا الموضوع أنا راضيني وباسطني، بتصالح معه بالطريقة اللي أنا بلاقيها مناسبة، شو ما كانت الطريقة بتصالح أنا معه الآخر. شوفي مثل ما حكينا من شوي، أنت لما بيكون في قبول بيعكس على الآخر، بيشعر، يعني هي بتشبه الثقة بالنفس، لما شخص واثق من نفسه الثاني بيستشعر ثقته بنفسه لو ما حكى لو ما قال. هي نفس الشيء لما انت في عندك من جوا حب وفي عندك من جوا، وصدقيني ما حدا بيقدر يطلع لك اياها اذا انت نفسك ما حاولت تستشعر. انا ما عم بحكي عن علاقه الازواج، لانه الناس بتفهم هي فيها تكامل هي القصه، وفيها ضروره وفيها حاجه وفي، واصلا بقول لك شغله كثير مهمه، احيانا في اشخاص انت بتفضليهم او بتقدمي لهم حتى لو على حساب نفسك، انا ما عم فبيجوني لانه سالوني هذا السؤال بموضوع حب الذات، بقول لهم ايه لانه انت بتحب نفسك، هلا من الاشياء اللي انا بحبها هذا الشخص او من الاشياء اللي انا بحب رفيقتي هي، اوكي بقدم لها على حسابي، ايه على حساب لانه انا بحبها، يعني بالبدايه هي رجعت القصه الي، فانا من الاشياء اللي انا بحبها هي بوجود علاقات معينه، بس طبعا لمرحله، يعني مشان ما نخلط بالامور، لمرحله معينه اذا هذا الشخص كان مؤذي، لا هون انت كمان من حبك لنفسك شو تعمل؟ العطاء لهذا الشخص بعد. تماما تمام؟, نعم تمام. فبس ما يصير في خلط بين المواضيع اللي حكينا فيه من شوي، انه حب الذات انه يتمركز عندك، والاشخاص الانانيين بينافسوا لانه عم بيراقبوا الاخر، يعني انا ليقوم يعملوا كذا خليني انا لحق اساوي، ليسبقوني لينجحوا هن لك، فهو وين مركز؟ على الاخرين. اما اللي بيحب نفسه يعني عادي يروحوا وين ما بدهم، يعملوا يلي بدهم اياه، انا ما بفضل، ما عندي مشكلة أكيد. فهي بس القصة هيك، ما نخلط نحن المواضيع ما لها علاقة ببعض، ونعلم يعني كلمة حب حالك قدم لحالك، هي خليها تكررها، وبالمفهوم هذا اللي عم نحكي عنه أكيد. حب حالك وحب الآخر أكيد. يعني عم نحكي كلام كتير، بنحكي كلام على القليل يكون. مريم شكرا كتير انك كنتي معنا لليوم، ساعتنا يمكن نوضح للناس بعض الأفكار يلي في خلط بيناتهم مثل ما قلنا، بدي إليك شكرا، ونتمنى أكيد نستضيفك بحلقات تانية. حبيبتي شكرا لك على كل المعلومات، ودائما نقول يعني بالملخص حبوا حالكم مشان تنعكس على المحبة على الآخرين. طبعا شكرا لك. شكرا لك.